الموضوع المالي في حديث بيننا وبينهم، هم فتحوا الحديث، وأظن سمعته في الأخبار امبارح إنه الأخ حسين الشيخ التقى مع كحلون وزير المالية لهذا الغرض. طبعا الموقف كما هو، هم يحاولون بكل الوسائل أن يعني يشرعنوا الخصومات، وخاصة الرواتب ومخصصات الشهداء والأسرى والجرحى، ولكن هذا الموضوع لن نقبل به مهما كلفنا ذلك من ثمن. بجو ميليشيات، يعني دولة فيها بألفها ميليشيا، شو الشغلة يعني؟ أو بألف الدولة بألف دولة، أو الحكومة بألف حكومة، لا يا هيك ما في ذلك. أنا لن أستعمل. كمان مرة. مش أنا. جديد. انتبه يا زلمة. نعم.